الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على استمرار فتح معبر رفح ليكون منفذا لمساعدة الأشقاء وعلاج المصابين. ومدبولي يشهد التوقيع على 7 اتفاقيات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار. السادسة مساء، الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. مرحبا بحضراتكم، وبداية هذه النشرة مع زميلتي ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك حنان. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية من احتفالية قدرونا باختلاف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يواجه تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة. وفي كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف بمركز المنارة للمؤتمرات، وجه الرئيس السيسي بتقديم دعم لصندوق قادرون باختلاف ب10 مليارات جنيه واستمرار عمل الحكومة على برامجها لدعم ذوي الهمم. يواجه عالمنا اليوم وإقليمنا تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة والجلد والثبات. وأؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق، طريق العمل والصبر والتضحية، ثقة منا في قدرات هذا الشعب العظيم، واستلهاما لما نراه دائما في أبنائنا من ذوي الهمم، من قدرة على تحمل الصعاب والنجاح رغم كل المعوقات. وفي هذا الإطار فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور القانون الخاص بدعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا دلوقتي فيه الرقم اللي أول دولة رئيس قال لنا عليه اللي هم 10 مليار إن شاء الله. كما أكد رئيس السيسي شعوره الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائه السنوي مع أبنائه ذوي الهمم، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية أصبحت تقليدا مهما يؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها. أود بداية أن أرحب بأسر أبنائنا من ذوي الهمم، وأؤكد شعوري الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائنا السنوي الذي أصبح تقليدا مهما وعلامة سنوية باردة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار، إيمانا بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم. واسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجدداً أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أياً كانت وأجاد الفرص من بين التحديات والمنح من قلب المحن، وإننا جميعاً على دراية بالنماذج المضيئة
لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأسر وعائلات ذوي الهمم، مؤكدا أنهم آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير، ثقة في أن أبنائهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن. كما لا يفوتني أن أعرب عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير، ثقة في أن أبناؤهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم، كل السواعد وكل القدرات. أنا عايز الصورة معك. حاضر حاضر حاضر. وأتقدم كذلك بالشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال التي تتضافر جهودها مع جهود الحكومة في نموذج وطني متكامل ومشرف من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائنا من ذوي الهمم. أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، موضحا أن البنك المركزي قد تلقى بالفعل الدفعة الأولى من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة. الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكة وشكل المشروع اللي نحن بنتكلم فيه بمساحته، حتى بالإجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليلة القادمة عشان المشروع ده يبقى أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. ده كل ده كلام اتقال بشكل أو بآخر، لكن أنا بأكده يعني، والوقت هو إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا إن احنا وأشقائنا في الإمارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينة العالمية ديت، اللي هي بمعنى مش على قد إن احنا بنتكلم في شهرين ثلاثة أربعة حتى في الشتاء ولا الصيف، لا احنا بنتكلم على حاجة فيها حياة مستمرة على مدار السنة بالكامل بأنشطة كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لأول مرة في مصر. لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار هو أن البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس أن احنا نقول إيه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده أنا بدأت بالكلام عشان تبقى الأمور واضحة. يعني الأرقام اللي احنا أعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهاردة دخل جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعة فيه زيه، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده أنا عايز أقول لكم مش سهل أبدا أن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، ما فيش في العالم كده، انا بتكلم بجد يعني. وده شكل من اشكال يعني المسانده والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانيه ومن غير احراج ولا اي حاجه. وخلال الاحتفاليه اكد الرئيس السيسي استمرار جهود الدوله في دعم القضيه الفلسطينيه، مؤكدا ان مصر لم تغلق معبر رفح ابدا، كما اعرب عن اماله في التوصل خلال الايام القادمه لوقف اطلاق النار في غزه. لازم اقول لكم ان انا حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزه. وده كلام مش بس، هي الفكره كلها ان في اوقات الصراع بيبقى في كلام كتير، في بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه المطلوب اغاثتهم. لكن المواضيع مش
مش سهلة زي ما احنا متصورين، وان اعتقد البعض ان احنا ممكن نقول كلام، وانا قلت الكلمة دي قبل كده، نقول كلام ونكون احنا بنعمل حاجة تانية. لا لا، احنا مش، انا قلت لكم مرة قبل كده، احنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت ما فيش فيه كتير كده. يعني لا نكذب ولا 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 نتآمر ولا لا 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 لا، هنروح من ربنا فين؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، متشكر متشكر. فالمهم انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم. خلوني اقول لكم بس النقطه دي مهمه قوي، لان خلال الاربع شهور اللي فاتوا ولا اكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. احنا ابدا مصر، وانا طب انا قلت الكلام ده قبل كده، والحكومه بتقوله كتير، والوزير الخارجيه بيقوله كتير، لكن احيانا التكرار بيبقى مهم لتاكيد الرساله. مصر ابدا ابدا لم تغلق القطاع، ولكن اسف المنفذ يعني، ولكن احنا عشان نعمل حاجه في اوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا ان ما يحصلش مشكله واحنا بنعمل الاجراء. لكن واحنا كمان بنحبكم كلكم، فانا بس حبيت اشير للنقطه ديت، واحنا ان شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار، وتبتدي اغاثه حقيقيه لاهلنا في القطاع في المجالات المختلفه. مشاهدينا الى فاصل، نعود من بعده لاستكمال هذه الجوله الاخباريه. بنعيش عليه السنة كلها. أنا مش مبالغ بالكلام اللي أنا بقوله ده، وأنا يمكن قلت وإحنا قاعدين كده إن إحنا في عالم الحقيقة فيه مش واضحة يعني، ودي حكمة ربنا إن إحنا مبقاش شايفين كل حاجة، لكن في يوم تاني هنشوف كل حاجة، واليوم ده طال أو إسر الزمان جاية، ويتبقى كل عمل طيب الناس ممكن تعمله لنفسها أو لغيرها، وإحنا بنعتبر الاحتفال ده فرصة لينا كلنا لحاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا نشوف عظمة ربنا وقدرته في خلقه، وكمان التمن اللي إحنا المفروض نقدمه شكر وتقدير للي إحنا فيه. النقطة الثانية، يا ترى إحنا هنعمل إيه في اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة ونحتفل بيه؟ هنزهق، هنتضايق، هنغض الطرف، مش هنبص يعني، ملناش دعوة، ولا نتصدى بالقلب؟ إن إحنا نبقى قلبنا على قلب بعض، ونحاجة على بعض، ونساعد بعض، ونقف على قد ما نقدر يعني، حتى زي ما قلت كده لو بكلمة، ونساهم بكل أمر وكلام وفعل وحتى موارد. دكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع رأس الحكمة، لكن اسمحوا لي ان انا اتكلم عليه برضو مرة تانية، وبس كمان من منظور تاني، رغم انه بيبقى فيه اعلان واضح، واحنا بنبقى شفافين معاكم، بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة، يعني احنا ما يصحش ان احنا نخدعكم او نقول كلام مش دقيق. دكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكة وشكل المشروع اللي احنا بنتكلم فيه بمساحته، حتى بالاجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليله القادمه عشان المشروع ده يبقى اكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. ده كل ده كلام يتقال بشكل او باخر، لكن انا باكده يعني، والوقت هو ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى
يعني يساعدنا ان احنا واشقائنا في الامارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينه العالميه ديت، اللي هي بمعنى مش على قد ان احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه اربعه حتى في الشتاء ولا الصيف، لا احنا بنتكلم على حاجه فيها حياه مستمره على مدار السنه بالكامل بانشطه كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لاول مره في مصر. لكن اللي انا عايز اقوله باختصار هو ان البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه. يعني الارقام اللي احنا اعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي ويوم الجمعه فيه زيه، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. لازم اقول لكم ان انا حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزه. في اوقات الصراع بيبقى في كلام كتير، في بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه اللي مطلوب اغاثتهم. لكن المواضيع مش سهله زي ما احنا متصورين، وان يعتقد البعض ان احنا ممكن نقول كلام ونكون احنا بنعمل حاجه تانية. لا لا، احنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وامناء ومخلصين في وقت ما فيش فيه كتير كده. لا نكذب ولا نتآمر ولا لا لا لا، هنروح من ربنا فين؟ خلوني اقول لكم بس النقطه دي مهمه قوي، لان خلال الاربع شهور اللي فاتوا ولا اكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. طب انا قلت الكلام ده قبل كده والحكومه بتقوله كتير والوزير الخارجيه بيقوله كتير، لكن احيانا التكرار بيبقى مهم لتاكيد الرساله. مصر ابدا ابدا لم تغلق المنفذ يعني، ولكن احنا عشان نعمل حاجه في اوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا ان ما حصلش مشكله واحنا بنعمل الاجراء. واحنا ان شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار وتبتدي اغاثه حقيقيه لاهلنا في القطاع في المجالات المختلفه. وايضا اكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمسانده للقضيه الفلسطينيه حتى نصل ان شاء الله الى دوله فلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه ان شاء الله. خلال احتفالية قادرون باختلاف حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أبطال ذوي الهمم بدورة الألعاب العالمية بفرنسا، كما وافق الرئيس السيسي على رعاية وحضور بطولة الألعاب الدولية التي يتم تنظيمها من قبل الاتحاد الدولي للرياضيين ذوي الإعاقات. وخلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، روى الطفل الفلسطيني عبد الله أحد الأطفال الذين يتلقون العلاج في مصر، روى تفاصيل إصابته التي تعرض لها جراء العدوان الإسرائيلي في غزة. أعرب الطفل عبد الله عن أمنياته في أن تتاح له الفرصة في مصافحة الرئيس السيسي، الذي استجاب في لفتة إنسانية لرغبة الطفل عبد الله وصعد إلى منصة الاحتفال وصافحه، معربا عن ترحيبه بكل المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر. تواصل الدولة جهودها التي بدأتها منذ 10 أعوام لدعم الأشخاص ذوي الهمم من خلال سن القوانين اللازمة وتنفيذ العديد من المبادرات، إذ التزمت مصر بضمان جميع حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نتابع المزيد في العرض التالي.
تمنى حزب المصريين الأحرار حضور الرئيس السيسي لاحتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أول قائد ذو الاهتمام مباشرا بهذه الفئة التي عانت كثيرا. أكد حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف، والتي تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحضارة بقيادتها الرشيدة. أشاد حزب الحرية المصري بكلمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في النسخة الخامسة من حفل قادرون باختلاف، مؤكدا أن حرص الرئيس على المشاركة هو رسالة دعم وتأكيد لأصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم في الجمهورية الجديدة. وأكد الحزب أن حفل قادرون باختلاف يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة وتأهيلهم وتمكينهم في المجتمع بعد معاناة طويلة من سنوات التهميش، مضيفا أن الرئيس السيسي أولى اهتماما بالغا للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف الحزب أن تأكيد الرئيس خلال كلمته على دعم القضية الفلسطينية هو رسالة تأكيد للمشككين على دور مصر في القضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقهم وإقامة دولة فلسطين. في ظل الجمهورية الجديدة التي ترعى جميع المصريين على قاعدة المواطنة، تبذل الدولة جهودا غير مسبوقة ومتواصلة لتمكين ودمج أصحاب الهمم. المزيد في هذا العرض والزميل كريم الخولي. مشاهدينا أهلا بحضراتكم. اهتمام كبير توليه الدولة المصرية بذوي الهمم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا في الوطن، حيث أعلن الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم، وبموجب قرار رئاسي تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في 2019 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستوريا ونشر الوعي بها، فضلا عن دوره في تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم. وخلال فعاليات احتفال قادرون باختلاف، وجه الرئيس السيسي بتوفير 1 مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم، وذلك إضافة إلى إعلان الدولة تأسيس صندوق استثماري خيري يحمل اسم صندوق عطاء، وذلك لاستثمار الأموال وتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم. كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات. وأطلقت الدولة المبادرة الوطنية سوا نقدر، والتي تهدف إلى جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتى يتاح تقديم الخدمات الصحية لهم. كما وجه الرئيس السيسي بإتاحة مختلف الخدمات الصحية لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية. أما عن المجال التعليمي فكان هناك اهتمام وقرارات غير مسبوقة، خاصة بالطلاب أصحاب الهمم، بدءا من الالتحاق بجميع الكليات وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق ببعض الكليات، وصولا لإلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن المنح الدراسية المجانية بالجامعات وبرامج إعداد للمعلمين للتعامل مع ذوي الهمم. كما وجه الرئيس السيسي جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على تعزيز البرامج والخطط لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها. الدولة أطلقت أيضا المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.
كما توصل الدولة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي حلت المشكلات التي كانت تمثل عبئا على ذوي الهمم، وتعتبر مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم في القانون من تأمين صحي ومعاش وفرص عمل. ولمزيد من التسهيل عليهم، تم إطلاق تطبيق انطلق لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن على الهواتف، وبهدف تطوير مهارات ذوي الهمم في سوق العمل تم إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم والوصول إلى فرص وظيفية أفضل تبعا للمؤهل ونوع الإعاقة ومكان السكن. مشاهدين، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة لدعم ذوي الهمم. شكرا لكم على طيب المتابعة. تولي القيادة السياسية اهتماما غير محدود بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وهو ما تجسد في إعلان عام 2018 عاما لذوي الهمم وإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في 2019 بموجب قرار رئاسي بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم. للقيادة السياسية اهتماما غير محدود بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ليتحقق لهم ما ظلوا محرومين منه لأعوام طويلة، حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2018 عاما لذوي الهمم، وبموجب قرار رئاسي تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في 2019 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستوريا ونشر الوعي بها، فضلا عن دوره في تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم. وخلال إحدى فعاليات احتفال قادرون باختلاف، وجه الرئيس السيسي بتوفير مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم، حيث وجه صندوق هيئة قناة السويس بتوفير 100 مليون جنيه، وصندوق الشهداء والمصابين 100 مليون جنيه، وصندوق الرعاية الصحية 100 مليون جنيه، وصندوق الإسكان 200 مليون جنيه، ووزارة الدفاع 500 مليون جنيه، وذلك إضافة إلى إعلان الدولة تأسيس صندوق استثماري خيري يحمل اسم صندوق عطاء لاستثمار الأموال وتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم. كما وجه الرئيس السيسي وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات. وفي المجال التعليمي كان هناك اهتمام وقرارات غير مسبوقة، خاصة بطلاب أصحاب الهمم، بدءا من الالتحاق بجميع الكليات وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق ببعض الكليات، وصولا لإلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن المنح الدراسية المجانية بالجامعات وبرامج أعداد المعلمين للتعامل مع ذوي الهمم. صحيا، أطلقت الدولة المبادرة الوطنية سوا نقدر، والتي تهدف إلى جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة، حيث يتاح تقديم الخدمة الصحية لهم، فضلا عن إيجاد وتفعيل طريقة لحصر المواطنين من أصحاب الهمم مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمي للإعاقة. كما وجه الرئيس السيسي بإتاحة مختلف الخدمات الصحية لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية. ولمزيد من التسهيل عليهم، تم إطلاق تطبيق انطلق لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن على الهواتف، وبهدف تطوير مهارات ذوي الهمم في سوق العمل تم إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم والوصول إلى فرص وظيفية أفضل تبعا للمؤهل ونوع الإعاقة ومكان السكن. We'll be right back.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مطورين عالميين، وعدد من الجهات الحكومية بإجمالي استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار. على هامش التوقيع قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جديدة لصندوق مصر السيادي في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات. أوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وأضافت أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. على كل المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. أستاذ عبد اللطيف، بداية برحب بحضرتك إلى هذه الجولة الإخبارية. 7 اتفاقيات تعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، إلى أي مدى نتحدث عن لربما تحركات تؤكد بشكل أو بآخر رؤية الدولة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، إن هذه الاتفاقيات تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، وأيضا الرؤية المتعلقة بالانتقال إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة فعلا؟ يعني شوفي حضرتك، لو شفتي توقيت التوقيع تتجدي أن الفرق بسيط بين التوقيع اليوم وما تم يوم الجمعة الماضي. ده معناه إيه؟ معناه أن مصر دولة جادة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. معناها ان الدولة تعمل ليس في قطاع واحد هو التطوير العقاري مثلا، ولكن في كل القطاعات خاصة القطاع الصناعي. حضرتك تتذكري ان في كوب 27 في شرم الشيخ احنا وقعنا يعني عدد كبير جدا من مذكرات التفاهم، لكن اليوم انت بتجدي هتشوفي في بيان مجلس الوزراء ان ده توقيع اتفاق. اتفاق معناها ايه؟ اتفاق يعني الشركات التي وقعت اليوم قامت خلال الفترة الماضية بتقديم الموقف، قامت خلال الفترة الماضية بدراسة السوق المصري، ولذلك الان هو توقيع عقود. ده معناه يعني الخطوة الأولى في التنفيذ، الخطوة الزمنية يعني. إنما مرحلة اللي هي توقيع مذكرات تفاهم دي بتبقى فيها فترة إن حضرتك بتقعدي تترسي ومن الممكن تقبلي أو ما تقبليش أو خلافه يعني. لكن ده اتفاق نهائي فيما يتعلق بهذه المشروعات. هتلاقي مشروعات يعني كثيرة جدا، والجدية فيها ليست في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيأتي إلى مصر، ولكن الجدان يقول لك إن المرحلة الأولى كذا والثانية هتتكلف كذا، وبالتالي توتال الفورين دايركت انفستمنت أو الاستثمار الأجنبي المباشر هو كذا. ده من ناحية هيفيد الاقتصاد المصري؟ طبعا هيفيد. اولا جالك استثمار اجنبي مباشر لا يقل عن راس الحكمه. ثانيا انت بتعتمدي على والعالم كله وليست مصر فقط على الطاقه الجديده والمتجدده. الطاقه الجديده معناها ايه حضرتك؟ معناها انك يعني بتقللي من الفيول التقليدي، الطاقه التقليديه، ودي كانت بتشكل عبء كبير جدا على الموازنه العامه في مصر، خاصه وان مصر ما زالت تستورد يعني جزء من احتياجاتها من الخارج من
البترول الخام. ثالثا طاقة نظيفة، نظيفة بمعنى ان دي من الاشتراطات، مش من الاشتراطات يعني، من الـ recommendations اللي بتعملها المؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. فمش ملوثة. رابعا انت عندك عدد كبير جدا يعني من الممكن انك تقولي جرين هيدروجين هاب دي في منطقة خليج السويس. نعم. ده معناها ان من الممكن بالانتاج تكفي السوق المصري ثم تقومي بالتصدير الى الخارج، ودي من اهم الامور. يمكن صدرنا قبل كده بس هيبقى عندك طاقة آمنة. نعم. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك عارفة الصراعات والنزاعات الدولية يعني جعلت أن هناك منافسة بين كافة الدول. صحيح. لتأمين احتياجاتها من الطاقة، خصوصا أن مصر أستاذ عبد اللطيف عندها هذه الرؤية وبتسعى أن هي تكون مركز إقليمي لهذه الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة. أنا على كل حال بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عبد اللطيف وهباء الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بإعداد تصور نهائي لمقترح إيطالي لإنشاء مجمع صناعي متكامل لمنتجات الحديد والصلب المتطورة، وذلك باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار. يهدف المشروع إلى توطين صناعة الحديد المتطورة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 17,000 فرصة عمل، ويستهدف أيضا جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع شهادة التسليم وتسلم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المقدم كمنحة من الصين، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما جاء ذلك عقب لقائه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو. ويأتي هذا المشروع تتويجا للخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة الصين في 2015، والتي تضمنت الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين. تتواصل جلسات الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني لليوم الثالث على التوالي بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث 3 جلسات تناقش ترشيد الإنفاق الاستثماري العام ودور الدولة في الاقتصاد وبدائل تمويل التنمية. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة راعي مصر قافلة طبية في قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية. تشمل القافلة تخصصات متنوعة من بينها العظام، الجلدية، الرمد، النساء، التوليد، وعمل نظارات طبية بأسعار رمزية. تستهدف القافلة توقيع الكشف الطبي على 250 مواطن على الأقل على مدار اليوم. كانت راعي مصر قد أطلقت قوافلها في محافظة المنوفية قبل 4 أشهر، وتنفذ في الشهر الواحد نحو 24 قافلة في قرى المنوفية المتنوعة. قافلة قرية الخضرة ليست الأولى بمحافظة المنوفية، فقد أطلقت مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافلها في ربوع المحافظة قبل عدة أشهر. خطة المؤسسة أول حاجة إن إحنا يعني مش بنستهدف فئة معينة، طبعا الفئة الأكثر احتياجا هي بتبقى أول هدفنا يعني، بس ممكن نكشف على جميع الناس. فإحنا بيبقى مستهدفنا إن إحنا على الأقل خالص التارجت بتاعنا بيبقى 250 حالة في اليوم، وبنوفر لهم الأدوية وبنوفر لهم نظارات
واللي محتاج عمليه بنحوله للعمليات، واللي محتاج مثلا اشعه اي حاجه بنحوله برضو يعمل الحاجات دي كلها. احنا بننزل القرى اللي هي بتبقى بتطلبنا اكتر، يعني كل قريه تقول لك انا محتاجه النهارده القافله اكتر، فالناس بتبقى عندهم اقبال كتير، فاحنا بننزل ممكن كل مركز 3 4 قرى في المركز ده والمركز الثاني وبنشكل المراكز. يعني هذه العربه المجهزه بكافه الاحتياجات اللازمه تستقبل المواطنين وتوقع عليهم الكشف الطبي في تخصصات عده. قافله فيها امراض بطنه وأنف وأذن ورمد ونسا وجراحة عامة وعظام جلدية، ويجي دكاترة من الجامعة ومن وزارة الصحة. أكثر أمراض بالنسبة للبطنة، الضغط، السكر، حساسية الصدر، في حياة بتقابلنا الحالات ديت وبنتعامل معاها، والحالات اللي بتحتاج تحويل مستشفيات بنحولها. تعلن القوافل الطبية للتحالف الوطني عن وجودها بتنسيق خاص يتولاه أفراد مخصصون لذلك. بنبدأ نتواصل مع المستضيف ونعمل تهيئة للمكان عشان طبعا يبقى في دعاية كويسة، عشان يبقى في أكبر قدر من المستفيدين في اليوم. يعني مفروض تارجتنا 250 بنحققه الحمد لله وبنعديه. غالبا بننزل بطن وأطفال وجلدية وأنف وأذن وعظام ومسالك، بيكون تطوع سعاد، وبيكون معانا عظام ونسا ورمد. تأتي الاستجابة سريعة من جانب عشرات المواطنين، حيث باتت القوافل الطبية جانبا أساسيا في ملفاتهم الصحية داخل قراهم. حضرتك لما عرفت ان في قافله جايه في الخضرة كشف مجاني، فقلت اما اجي اكشف علشان خاطر العظام، وجايه مفيده للبلد، فيها عظام وفي جلديه وفي اسنان وفي جمعيه تخصصات. جايه اتعالج عندهم الله يبارك لهم، وجاب لنا العلاج وجايبين كل حاجه وجايين بيتنا، متشكرين قوي، الف شكر. رحله القوافل التي انطلقت لمداواة المصريين في كل مكان مستمره. من كل قرية ونجع عشرات بل مئات المواطنين يخرجون من باب هذه القوافل ونفوسهم راضية تماما عن خدمة طبية تصلهم حيث كانوا، وتنفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. من قرية الخضرة محافظة المنوفية، نجاة الجبالي، إكسترا نيوز. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. استمرارا لجهود الدولة الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد. صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الاتصال تناول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يوميا، حيث أكد وزير الخارجية لنظيره البريطاني المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية. كما شدد شكري على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع خلال المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عملية الإنزال التي نفذتها مصر وعدد من الدول فوق قطاع غزة. كتب أبو الغيط على صفحته الرسمية على تويتر إن عملية الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة والتي نفذتها القوات الجوية في مصر والأردن والإمارات وقطر تمثل اختراقا مهما ومقدرا من أجل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة. وناشد أبو الغيط الدول العربية مواصلة هذه العمليات لمواجهة سياسة التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة للاحتلال باستهداف مربع سكني بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرار شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. أعلن مستشفى العودة في مدينة جبلية شمال قطاع غزة توقف خدماته جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية. وقال مدير دائرة المراقبة والتقييم في المستشفى إن التوقف الكامل للخدمات في مستشفى العودة سيؤدي إلى حرمان تام من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة. كان مستشفى العودة قد حذر من توقف خدماته المقدمة إلى المرضى والجرحى بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والوقود في ظل حصار خانق وقبضة أمنية فرضتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال القطاع. بحث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني دور الوكالة وجهودها في توفير المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. أكد أبو عمر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بالقطاع من عمليات قتل وترحيل وهدم للبيوت وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية، كما طالب بتحرك دولي واسع وسريع للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات وتوفير جميع الاحتياجات الحياتية
وتوفير وسائل الإيواء الضرورية لمن لا يزالون في الجنوب إلى حين عودتهم إلى بيوتهم. انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينمات التسجيلية بحضور عدد من الممثلين والنقاد ومخرجي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة وأفلام الأنيميشن من مختلف الجنسيات. ويقام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته 25 العديد من الندوات وورش العمل بحضور عدد من المخرجين والنقاد والمهتمين بصناعة السينما التسجيلية والأفلام الطويلة والقصيرة. المزيد عن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة في دورته 25 في العرض التالي. ومشاهدينا الكرام، دائما قبل الختام تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على استمرار فتح معبر رفح ليكون منفذا لمساعدة الأشقاء وعلاج المصابين. ومدبولي يشهد التوقيع على 7 اتفاقيات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار. ختاما للمزيد من الأخبار، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة والشكر موصول للزميلة حنان عاطف. إلى اللقاء.